سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. عم يزيد لكم أغنية تاع النوتات الموسيقية، تعرفوهم؟ دو ري مي فا سول لا سي، دو سي لا سول فا مي ري دو، تعرفوها؟ تغنوا كامل معايا بصح، دو ري مي. دوري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسوار. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسوار. دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. خطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. Thank you.
لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها، فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو كم تحلو بها الألحان. إذن أحبائي، النوتات الموسيقية هي التي تلحن بها الكلمات. مقبلة كنا سمعنا مقطع صغير بالخطأ من أغنية نملة. هذه الأغنية كنت مخليها للأخير، مشي آخر الحفل مازال شوية، ولكن مخليها لوقتها. علاش؟ هذه الأغنية تتغنى بنملة، نملة راحت للحقل، راحت قصدت الحقل باش تأخذ منه بذرة ولا، ولكن صاحب الحقل كان جشع، كان مشحاح، ما حبش يعطي لها الرزق هذاك. هذه أغنية للعبرة فقط، يعني ما بالك نملة تدخل للحقل راح تأخذ منه بذرة صغيرة هكذا وين تبان، ولكن رغم ذلك صاحب الحقل ما حبش يعطي لها، ربي سبحانه سلط عليه القحل وراح الحقل نتاعو. ومن بعد ما فهمش علاش، لانه الخير وتقاسم الخير مهم جدا جدا. تغنوا كامل معايا النملة، يلا. كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا. كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا، عودي لا أهلا ولا سهلا. قالت تطردني أولى، أجمع من رزق المولى كي ألقاه غدا سهلا. قال لها هذا ثمري، أوراقي زهري شجري، من أجله طال سهري. قالت تطردني أولى، أجمع من رزق المولى كي ألقاه غدا سهلا. قال لها هذا ثمري، أوراقي زهري شجري، من أجله طال سهري. كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا، عودي لا أهلا ولا سهلا. قالت ويحك يا إنسان، ربي أحياها المنان، وحده من يحيي الأغصان. فلما صارت جرداء، ربي لم يسقيها الماء، أين أمطار السماء؟ قالت ويحك يا إنسان، ربي أحياها المنان، وحده من يحيي الأغصان. فلما صارت جرداء، ربي لم يسقيها الماء، أين أمطار السماء؟ كانت نملة تقصد حقلة، تمضي إليه تطلب أكلة، قال لها الإنسان كلا، هذا حقلي وأنا أولى، عودي لا أهلا ولا سهلا، عودي لا أهلا ولا سهلا. ظل يبكي في ندمي، هو الشيطان في دمي، أنساني شكرا نعمي. قالت أنت يا إنسان، لا تسمع كيد الشيطان، واشكرها نعم الرحمن. ظل يبكي في ندمي، هو الشيطان في دمي، أنساني شكرا نعمي. قالت أنت يا إنسان، لا تسمع كيد الشيطان، واشكرها نعم الرحمن.
كانت نملة تقصد حقلة تمضي إليه تطلب أكلة. قال لها الإنسان كلا هذا حقلي وأنا أولى. عودي لا أهلا ولا سهلا عودي لا أهلا ولا سهلا. على طمعي أعماني وكذا خوفي أنساني أن أفقده بستاني. قالت لا تخشى رزقا تتعب من أجله تشقى ما دام الله أبقى. على طمعي أعماني وكذا خوفي أنساني أن أفقده بستاني. قالت لا تخشى رزقا تتعب من أجله تشقى ما دام الله أبقى. كانت نملة تقصد حقلة تمضي إليه تطلب أكلة. قال لها الإنسان كلا هذا حقلي وأنا أولى. عودي لا أهلا ولا سهلا عودي لا أهلا ولا سهلا. شكرا شكرا شكرا. إذا أحبائي هذه الأغنية هي عبرة فقط عبرة. شوفوا نملة صغيرة بالمرات الإنسان لما يجيك السائل واش تقول له؟ أما السائلة فلا تنهر وأما اليتيمة. هذه الآية من أي سورة؟ وش هو رقم الآية؟ رقم الآية والصورة شكون يعرفها؟ دبدوب. شوف أصدقائنا الأطفال شكون يعرفها؟ تعرفيها؟ أعطي الميكرو للشابة هذه. أعطي لها الميكرو. هاكي بنتي تفضلي تفضلي الميكرو. واسمك بنتي؟ إسلام. واسمك؟ إسلام. إسلام؟ شحال في عمرك؟ عشرة. نسيتي شحال في عمرك؟ عشرة؟ بالك تسعة؟ لا عشرة. ماشي 11؟ معليش بنتي. شاطرة في الدراسة؟ إيه. الله يبارك. هذه الآية من أي سورة؟ سورة العمران. لا 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 لا. شوف الشاطر هذا هذا منا. شوف الشاطر هذا عطلوا الميكرو. واسمك؟ حمزة. حمزة شحال في عمرك حمزة؟ 12. 12 يوم؟ 12. 12 شهر؟ 12 أسبوع؟ شحال؟ سنة. سنة. ما فهمتش أمبالي. شاطر في الدراسة؟ ايه. شاطر؟ نعم. شحال جبت معدل؟ تسعة. تسعة؟ تسعة. تسعة. تسعة على عشرة؟ ايه. برافو برافو ولدي. شاطر في الدراسة مالا. هذه أي سورة؟ سورة الضحى. سورة؟ الضحى. الضحى. ايه. الضحى. 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 ايه. الضحى ماشي الضحى. الضحى. ايه. برافو. رقم الآية؟ 100. 100. أنا قد ما شهدت سورة الضحى واش فيها آية 100؟ ما فيهاش وليدي. ما فيهاش. سورة الضحى من سورة قصيرة. شوف الشاطرة هذه. شوف الشاطرة هذه عطوا لها الميكرو. واسمك بنتي؟ واسمك؟ إسراء. 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 الله. إسراء. شحال في عمرك إسراء؟ تسع سنوات. تسع سنوات الله يبارك. سورة الضحى. الضحى أي آية؟ أربعة. الرابعة. 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 لا شكون اللي يعرفها؟ يلا شوفوا الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ كوثر. كوثر. كوثر شحال في عمرك كوثر؟ تسع. ستة. شحال في عمرك؟ ستة. ست أيام. ستة. ست سمانات. ستة. ستة وشن. ستة سنوات. عمري ست شهور. شفتك صغيرة هكذا وشاطرة وحبوبة. تقراي مليح بنتي؟ نعم. إذن رقم الآية؟ تسعة. شحال؟ تسعة. تسعة. برافو 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 برافو. نعطوها السيدي. تعالي بنتي قعدي معايا دوك يجيبوا لك الهدية تاعك. إذن سورة الضحى الآية التاسعة قل فيها أما اليتيمة
فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. يا أحبائي، مهم جدا أننا نحترم الناس. يا أخي أحبائي، كاين أغنية أنا نحبها بزاف، أغنية تتغنى ب ب ب تتغنى بالألوان، الألوان. عمو يزيد لكم أغنية نغني فيها الألوان، على بالي تحبوا الألوان، البنات يحبوا بزاف الوردي والبنفسجي، والأطفال يعني الأولاد يحبوا الأخضر والأزرق، يحبوا الألوان. الألوان مهمة في حياتنا، حتى الأولياء لما أولادهم ما يحبوش يأكلوا، كاين بزاف الأطفال اللي عندهم نقص في الشهية، دائما الأطباء يقولوا لهم ديروا لهم يعني أكلات ملونة، يحبوا الألوان، يعني الجزر لما يشوف الألوان هكذا أحمر أخضر أصفر هكذا راح يحب يأكل. هذه يقولها بزاف الأطباء. إذن أنت تأكلي تأكلي ولا ما عندك شهية؟ تحبي تأكلي تأكل ولا شوية تأكلي تأكلي؟ الله يبارك. أعطي لي السيدي تاع الشابة هذه. إذن بنتي عمو يزيد يهديك هذا السيدي فيه 22 أغنية، إن شاء الله تستفادي بها. يلا بنتي تفضلي تفضلي. شكرا شكرا. إذن أغنية الألوان، يلا كمل معايا. الدنيا ألوان، والألوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجة والسرور. الدنيا ألوان، والألوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجة والسرور. أبيض كلون القمر، أخضر كأوراق الشجر، أصفر كلون الموز، أحمر كلون الكرز، أبيض كلون القمر، أخضر كأوراق الشجر، أصفر كلون الموز، أحمر كلون الكرز. الدنيا ألوان، والألوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجة والسرور. يلا يلا كمل معايا كمل. الدنيا ألوان، والألوان هي النور. يلا. أسود كلون الغراب، بني كلون التراب، شفاف كالماء، أزرق كلون السماء، أسود كلون الغراب، بني كلون التراب، شفاف كالماء، أزرق كلون السماء. الدنيا ألوان، والألوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجة والسرور. برتقالي كالبرتقال، بنفسجي كالباذنجان، وردي كلون الزهر، رمادي كلون الفأر. برتقالي كالبرتقال، بنفسجي كالباذنجان، وردي كلون الزهر، رمادي كلون الفأر. الدنيا ألوان، والألوان هي النور في كل مكان، تبعث البهجة والسرور. برافو 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 أحبائي. الدنيا ألوان، والألوان هي النور. بما أنهم معنا اليوم رجال الحماية المدنية، يعطيكم الصحة الحضور تاعكم. رجل الإطفاء عمو يزيد له تقدير، ولكن قبل هذا الشيء شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية، شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ دبدوب شوف الشاطر هذا. 1 مارس. واسمك ولدي؟ واسمك؟ صابر. صابر شحال في عمرك صابر؟ 16 يوم، 13 شهر، عام. قال لي 16 شهر. معليش ولدي، معليش ولدي، معليش، نضحكوا شويه، لازم نضحكوا شويه يا اخي اطفال، لازم شويه نضحكوا. اذا صابر ولدي، وقتاش اليوم العالمي؟
واحد مارس. واحد مارس، برافو برافو، اعطيني الهدية تاعو، اعطيني السي دي تاعو. 1 مارس هو اليوم العالمي للحماية المدنية. اعطيني، تفضل صابر، تفضل وليدي، تغنوا كامل معايا. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. تحية لكل رجال الحماية المدنية الواقفين على راحتنا. يلا تغنوا كامل معايا. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. شدت الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شدت الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. شكرا شكرا شكرا، رجل الإطفاء شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي
حبيت اليوم نوجه شكر لولاية الواد، كذلك مديرية الشبيبة والرياضة بكامل إطاراتها اللي سهروا على إنجاح هذا الحفل هذا. يعطيكم الصحة عمو يزيد، تشرف بالحضور معكم هنا، وإن شاء الله يكون عجبكم عجبكم الحفل. عجبكم الحفل؟ جميل جميل جميل، والله شرف عظيم أني كنت معكم هنا. لا تحزنوا حنا الوداع، ولكن كامل تتفاعلوا مع الأغنية كامل هكذا. لا تحزنوا حنا الوداع، كل الأيادي في ارتفاع. تعرفوها؟ لا تحزنوا حنا الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع فوالا. أحببناكم، أحببناكم، أحببتونا، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع. شكرا. إذن لا تحزنوا حنا الوداع. لا تحزنوا حنا الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حنا الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. أشكر عمو يزيد كثيرا كثيرا لأنه أفرحنا بهذه السعادة، وشكرا. نشكر عمو يزيد لجنة في الوين. حصة عمو يزيد حصة ثقافية وعلمية وترفيهية، ونشكره على زيارته لمدينة بيتسوف. بون السلام عليكم. نشكر قناة شروق تي في، ومرحبا بشاب يزيد هنا عندنا في واتسوف، ونتحي بالنسبة للناس واتسوف ونقولهم يعطيكم الصحة، وإن شاء الله عقوبة العام الجاي يزيد يرحب بنا في مدينة واتسوف. أشكر عمو يزيد على هذه الحفل. نشكر عمو يزيد لأنه جانا للواد. نشكر عمو يزيد بزاف على هذه الحفلة. تحية خاصة لمديرية الشباب والرياضة على هذه المبادرة، وتحية خاصة جدا جدا لقناة الشروق والشاب يزيد على حضوره هنا في مدينة الواد، وأتمنى هذه المبادرة أن تتكرر دائما وأبدا من ولاية إلى الولاية، ومرحبا به في وادي سوف كل عام.